ده لا سلام بسم الله الرحمن الرحيم. احب خالص الشكر والتقدير لمعالي المحافظ على دعوتنا لزياره اليوم المحافظ الاسماعيليه. انا بالنسبه لي الزياره الخامسه في خلال عام، رقم واحد يمكن اضاف عن وزير الزراعه بخصوص قريه الامل، متابعتنا لقريه الامل. لكن هدف تاني احب اقول، الهدف من الزياره النهارده جزء تاني من الزيارة هو خاص بتوصيل المياه لقرية الأمل من خلال ما نسميه صحارى. الصحارى هو نفع يمرر المياه أسفل القناة السويس الجديدة. فوزارة الري هي بتقوم بتنفيذ عمل تحدي آخر، جزء من منظومة قناة السويس الجديدة. هناك تحدي آخر، الكثيرون لا يعلمون أن هناك أعمال تتم تحت قاع قناة السويس من خلال عمل تمت أنفاق لإمرار المياه النيل من غرب القناة الجديدة إلى شرقها، تكلفة تقارب ربع مليار جنيه. تمت أنفاق أو تمت مواسير إحنا بنسميها صحارى، عبارة عن أربع مواسير عملاقة قطر الماسورة 4 متر، وأربع مواسير قطر الماسورة 1.20 متر، بتمرر مياه لري 100,000 فتاة مشتركة، منهم قرية الأمل. يبقى اللي احنا بنعمله احد وسائل المرار المياه لقريه الامل. قريه الامل طبعا بتحتاج مساحاتها زراعيه جديده، محتاجه مياه جديده اكثر مما كانت تترقب. فهذه الاعمال جزء منها بيروح لقريه الامل، والجزء الاخر لمساحات توسعه في المستقبل ل 100,000 فتاه. ايضا ما يخص هذه الصحارى ان شاء الله نتفقدها اليوم لمتابعتها. جزء منها انتهى، اربع مواسير انتهوا تقريبا لامرار المياه للزراعات الحاليه، والاربعه العملاقين الكبار لامرار المياه لاي زياده مستقبليه. الهيئه اللي بتقوم بالتنفيذ هذا العمل الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، اللي دائما هي ضلع هذا البلد، وكما انهت قناة السويس وبإشراف هيئة وزارة الدفاع عليها، أيضا التي تقوم بالتنفيذ هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا للتوقيتات والالتزامات، وهي بدقة متناهية وفيها تقنية وتكنولوجيا عالية في معدات حفر هذه الأنفاق بعمق 60 متر من سطح الأرض. يتم إمرار أربع شرايين بطول 400 متر واربع شرايين اخرى بنفس الطول 400 متر، عمل تحدي اخر الكثيرون لا يعلمه بيتم حاليا في مدينه الاسماعيليه، طبعا تحت الاشراف المباشر من معالي المحافظ. هذا هو جزء من زياره اليوم. حقيقه فاتنا اقول، او يعني احب ان اختم اقول، ان احتفالي بقناه السويس كنت اود اكون في هذه الاحتفاليه، ولكن انا شرفت ان انا احتفل بقناه السويس بس من مطار القاهره، حيث تم تكليفنا باستقبال وتوديع الضيوف القادمون لمصر في مطار القاهره. بلغوا 26 زعيم ملك وامير ووزراء ونواب ورؤساء جمهوريه. من الامانه، من الامانه ان اقول ما سمعته من هؤلاء الزعماء في خلال الثلاث ايام قبل وبعد افتتاح قناه السويس هي رسالة واحدة. فمن الأمانة اللي أنا سمعته من هؤلاء الزعماء أنقلها لكل مصري، وهذه شهادة لله. يعني قالوا مصر يعني مش إدت قناة السويس مش درس للمصريين، لا درس للعالم كيف إن أنا أعمل هذا العمل في هذه الفترة. فده شيء ينظر لمصر نظرة أخرى، لا يعني غير اللي إحنا كان شبالنا تقدر تقوم بهذا العمل المصريين اموالا وتكلفه وسواعد، دي سمعتها من كافه الشعب. يعني ساعدتهم بالتنظيم والاشراف والاحتفاليه ايضا حاجه وسام لنا. ما سمعته هو فخر كل مصري، وقد كنت سعيدا ان اسمع هذا الكلام واقول انا فرحان ان احنا كلنا شرف. ربما انا ساهمت في الاستقبال والتوديع ولو جزء بسيط في هذه الاحتفاليه، لكن كلنا نشرف ونفتخر
ان هذا العمل تم، وكل هؤلاء الزعماء بلغوني رساله للمصريين ولقياده الدوله، مصر استعرضت قوتها باعظم اجمل صوره. هذه رساله اخرى لدينا، مصر عرفت قيمه مصر في تنظيم واداء، فنفتخر كلنا بهذا الفخر ان احنا كلنا مصريين، وحقيقه هنكتفي بهذا الشيء. وتهانينا لمدينه الاسماعيليه وقصر الاسماعيليه على احتضانها، وطبعا رعايه محمد المحافظ كان هو احد اسباب النجاح ان شاء الله، ومشكرين حضراتكم. ساكن للموظفين كل اللي سيادتك شايفه ده بالكامل بنسبه التنفيذ بتاعها. الكلام ده بقى فضل والشهر من الناحيه الثانيه.